حبيبه قلبي دي بقى، دي بقى ده العشق. الناس اللي بايه كيفه جبنه حادقه، مش اي جبنه حادقه يتقال عليها جبنه حادقه بامانه يعني. لكن دي يعني انا جايبها كده ايه من الزلع، حاجه كده جميله. طيب بس لازم تهدى شويه لان دي تجيب الضغط على طول، فلازم نهديها شويه بقى. بنهديها عن طريق ايه؟ عن طريق الخضار اللي احنا بنحط عليها. بجيب عندي طماطم اقطعها عندي مكعبات صغيره. ساعات بروح ايه مثلا سوبر ماركت كبير ولا حاجه والاقي حاطط الجبنه الحادقه كده عارضها، وايه وجبنه حادقه. لا هي مش جبنه حادقه، الناس اللي اكلت جبنه حادقه بالمش لا ده موضوع تاني. هم مديني هلوم بس. في ناس بتقعدها بالعشر سنين، والله بالعشر سنين. هل متخيل انت بقى تاكل جبنه محطوطه في الزلع من عشر سنين؟ ناس بتحط بالخمس سنين، في ناس بتاكلها بالسنه، على حسب بقى. والله بس طبعا ايه ما نكترش منها، عشان كده انا بهديها بصراحه شويه عن طريق الايه الطماطم اللي انا بضيفها لها. بروح عم حمدي واخدينها حط عندي الجبنه. نقوم رايحين واخدين عندنا الطماطم. حلو الكلام. ايوه هحط طحين انا. الطحينه بتهديها. الطحينه بتهديها. خصوصا لو جبنا حد زي اللي انا جايبها دي الاصل ديت، فلازم نحط طحينه ايه تهدي الموضوع شويه. حط شويه كزبره خضراء عليها. خيارة هقطعها عندي مكعبات. في زن يا حمدي في الاربيز جامد قوي. هقطعها عندي مكعبات زي ما قدامها هنا اهو كده 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 كده. نفرم نفرم. والطعمية لسه على النار. ناخد عندنا الخيار ده ونقوم حاطينه فين؟ عندي على البولة. تمام براحتك براحتك حمد، هي مش ازمه قوي يعني. وبعد كده تقوم فلفل اخضر رومي، فلفل اخضر رومي. وبعد كده نقوم حاطين عندنا بقى ايه معلقه الطحينه الجميله اللي قدام حضراتكم دي. بعد كده يا باشا نقوم واخدين الكلام ده كله. موضوع الريحه بتاعتها جميله تفتح النفس والله في الفطار. قوم جايب عندي طبق راكل الجميل ده وحاطين فيه الجبنه الحادقه. لا لسه برضه شويه. ماشي بصي نقوم جايبين عندنا الجبنه الحادقه. وبعد كده ايه ناقص اهم حاجه ايه شوية الزيت عليها كده من فوق. نقدمها بالهنا والشفا.